ودائما يأتي النجاح ليتوج لحظات من الجهد والتعب أمضيناها في سبيل الوصول إلى أهدافنا. اليوم معكم من مركز أعداد القادة الاجتماعيين بدمنهور وحفل تخرج الدفعة العاشرة لأعداد أخصائي التخاطب المعتمد بتنظيم من مركز رؤية لتنمية مهارات الطفل رئيس مجلس الإدارة دكتور محمد طلعت والمدير المسؤول دكتورة مها المغربي. طلبة متميزين وبيحتفلوا بنجاحهم النهاردة بعد مشوار طويل من التعب، هيعرفونا عن نفسهم ويحكونا عن مشوارهم مع النجاح. ممكن تعرفوني عن نفسكم ونتكلم النهاردة عن مشاركتنا في الدورة؟ رامي عادل محمد شعبان، جيد جدا. أنا بتشرف أن أنا أخذت دبلومة التخاطب. أنا من فترة يعني كنت نفسي أخذ الدبلومة بس ما كنتش عارف أبدأ منين وإزاي. إيه الحمد لله عرفت البداية وجيت حضرت الدبلومة وخدتها باعتماد جامعة عين شمس، وأنا فخور بالدبلومة دي والحمد لله. كمان فخورين بنجاحك أكيد وألف مبروك. رحمة توفيق عاشور، باحثة الدكتوراه في جامعة دمنهور وحاصلة على المركز الثاني على مستوى الدبلومة، وبحب أشكر مستر محمد لأنه تعب معنا الصراحة كتير، وهو مسمها وجزاهم الله خير على اللي عملوه معنا، وأتمنى من ربنا يوفقنا كلنا من نجاح لنجاح إن شاء الله. التخاطب هو مجال تخصصك الأساسي؟ إن شاء الله. اسمها حسن السيد، خريجة خدمة اجتماعية، حاصلة على المركز الأول في دورة التخاطب. بحب أشكر مستر محمد على المجهود اللي بذله معنا، وان هو فعلا خير صديق وخير معلم لنا، وبحب اشكر جوزي اشرف سعدي كامل ان هو شجعني على المشوار ده، وهو اللي بادر بيه بامانه، وهو مش موجود معايا حاليا بس بوجه له تحيه يعني كده وشكر ليه. اكيد مجهود واضح في حصولك على المركز الاول. الف مبروك وبتمنى لكم كل النجاح.